هذا القطوس نتاع حومتنا اللي هو في الحقيقة الباندي نتاع القطاطس نتاع حومتنا. عندي مدة أنا قاعد نراقب فيه، نتبعه بشوية بشوية، ناخذ ملاحظات، نشوفه وين يمشي، نشوفه وين يجي. ولاحظت اللي هو عنده 6 بوبالات مسيطر عليهم، منهم بوبالة نتاع رستوران نتاع حوت هو اللي مسيطر عليها. عنده زادة برشا صغار قاعدين يدوروا في الحومة من برشا قطط مختلفين، قدروا على الاخر ما يتعاركوا حتى قطوس نام يخزر لهم كهوة يهربوا يبعدوا. وبرسك عمره، برسك عمره في الاربع سنين 3 سنين، هذه حاجة ما زلت مانيش متأكد منها. على عكس، على عكس الباندي نتاع حومتنا اللي ديما على اعصابه ديما فالس وما عندوش حتى بوبال واحدة تحت السيطرة ومازال ما عرسش وعمره 46 سنة. دونك اللي عمله القطوس هذايا في 3 سنين ولا 4 سنين حل اللغز نتاع الحياة، والباني نتاع حومتنا في 46 سنة مازال ما فهموش ومازال ما حلش اللغز نتاع الحياة.